في مقال النهارده في مصر اليوم، سيد حجاب مت ما شاء لك الموت، فانك لم تموت يعني، وباق في اعماله، توغل عميقا وغمس ريشته في محابرنا جميعا. كتب قصائد واغاني على الألسنة جميعا ومهاجرنا جميعا، وعلى المستوى العملي انه احد كتاب الدستور الذي يعني كتبه المصريون، فبالتالي هو احد صناع ليس فقط طفولتنا وصبانا وشبابنا، ولكنه احد ايضا صناع مستقبلنا، زي سيد حجاب يعني خالد يعيش هذا الدهر. قال بك.